الله يطول لنا عمرك، مرحبا بك. بارك الله الله فيك. يكبر بك. شكون معايا؟ معك وتيم باري. وسيم. وتيم. وسيم ولا وتيم؟ وتين. 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 عمري سمعت هذا الاسم، غريب. هو الوريد. ما شاء الله، وتين وتين. تشرف فينا السي وتين. منين اخويا؟ فرنسا ياك؟ فرنسا سيدي. هي منين في المغرب؟ مراكش. مراكش. شحال في السن ديالك السي وتين؟ 39 سنة. طول العمر إن شاء الله. لمين باغي دير التست؟ فاطمة الزهراء من مراكش. فاطمة الزهراء من مراكش. شحال في عمرها؟ في عمرها 29 سنة. أييه، وشحال متساوية مع بعضياتكم؟ 4 سنين. تبارك الله ما شاء الله. كتلاقى أنت وياها ولا ما عمركم تلاقيتوا؟ ديما. 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 يلاه رانا النمرة ديالها، يا ربي ماشي بحال الفريقات. 06 ايه يلا ما تهضرش حتى نقول لك صافي. اوكي، على بركة الله. معاك صوني، معاك تقطع ياك ما هي معنا في دازا الباط فوكر كتصوني عليا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا، انيسه فاطمه الزهراء. ايه، يديك على القرص. يديك على القرص. مع التليفون كنشد ليا. مع التصل بك قطعتي ليا. التليفون كنشد ليا. ماشي مشكل. كي دايره؟ صافا عليك بخير؟ صافا الحمد لله. كي دايره لا فامي؟ الاحوال ديالكم كلشي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. نهار كبير هذا فاطمه الزهراء، كاين شي سحور؟ مازال صحور، مازال شويه موجود بعدا. ايوا مازال شويه، باقي تبع القيام الليل. اييه ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك. دعي معنا. الله يتقبل. فاطمه الزهراء من مدينه مراكش، سن 29 سنه. اييه. معك سي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. مرحبا. ترحب بك جنى ان شاء الله. فايتك مفرجه في البرنامج ديالي، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ ضروري. فين كتفرجي فيه؟ فين كتفرجي فيه؟ كنتبعك في الفيسبوك ولا كنتبعك في الانستغرام، غير هو اللي كتعطل علينا. ماشي مشكل، رمضان هذا. ايوا نهار كبير هذا فاطمه الزهراء، انت حاليا راك معنا على المباشر. جانا اتصال عند واحد السيد حتى هو ساكن في مدينه مراكش، باغي يدير لك التيست. ضروري. قول لي الحرف الاول. لا قول لنا السميه، قول لنا السميه. ديريكت. قلت لي ساكن في مدينة مراكش، صحيح؟ واش ساكن في مدينة مراكش ولا مدينة مراكش؟ لا، مستقر في مدينة مراكش. مستقر في مدينة مراكش. مستقر في مراكش؟ صحيح. لا، ما كاينش مستقر في مراكش. ما يمكنش. إيوا، كنت تعرف. إيوا، واخا ماشي مشكل. فين كاين؟ فين كاين؟ كاين فرنسا. ها؟ كاين فرنسا. شنو سميتو؟ ما عنديش علاش نكحل، حيت انا واحد اللي عندي في حياتي كنبغى يكون حشمط عليا، كنبسط عليك. اييه، شنو سميتو؟ انا ما نقولكش سميتو، غنقول لك واحد الموظف. شنو هو؟ حنا في القلب ديالنا عندنا واحد الشريان صغير في القلب. صافي صافي. ها هي معاك ودي الشرايين، هاك هضرنا، طيحتو علينا كاع الطيب. بصي لي باطير، هضر. ها؟ دابا معنا في اللايف هي. ها هي كتسمع. انا في اللايف. معنا في اللايف. اش غنقول لك؟ لا ما تفرجش اليوم، اللي با في اللايف حيت السريري تعطل علينا اليوم. والله الله يخليكم بعضياتكم وسعداتك اخويا بها.
يا الله تحياتي. مرحبا مرحبا. شتو شتو الحب كي داير ولا ما شتوش؟ واش شتو ولا ما شتوش؟ دابا دخلت عليكم بالله، قول لي واش شتو ولا ما شتوش؟ الناس وصلوا للشرايين. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو مع بلجيكا، واحد جوج من بلجيكا ما عندهمش الريزو. الو السلام عليكم. الو وي السلام عليكم. سلام بخير. الحمد لله الله يبارك. سلام بخير خويا. الله يطول عمرك. كي داير انت لاباس؟ لا الله يبارك فيك. طيب بخير خويا. مرحبا بك. شكون معايا سيدي؟ شكون معايا؟ انا عبد الواحد. شكون؟ الو وي كنسمعك. شكون معايا سيدي؟ انا عبد الواحد. منين؟ من اسبانيا. من اسبانيا. اه هذا رقم ديال فرنسا. هذا انا عندي رقم ديال فرنسا ولكن عايش في اسبانيا. اوكي عبد الواحد اسبانيا. منين في المغرب السي عبد الواحد؟ بني ولد. اييه شحال في عمرك؟ 33 سنة. لمن باغي دير التيست؟ واحدة السيدة من جهة زلال. شنو سميتها؟ شنو سميتها؟ سميتها بهيجة. اييه منين؟ من زلال. اييه شحال في عمرها؟ 22 سنة. شحال انت وهي مع بعضياتكم؟ هادي مدة 4 شهور. وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينها؟ ما يمكن الصداقة ولكن نوي الخير ان شاء الله. تلاقيتي معها ولا ما عمركم تلاقيتو؟ لا جامي جامي ما تلاقيت معها. ما عمركم تلاقيتو؟ لا. أرى لي النمرة ديالها. صفر زيد 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 زيد. يلا ما تهضرش حتى نقولها لك. اوكي اوكي ابل تيرميني خويا العزيز. ما كتشدش نعاود نصوني عليها. والو ما عرفت المشكله اللي وقع ديال ابل تيرميني. شتو والو اخويا العزيز ابل تيرميني. ما عندك زهر يا اخي. عاود صوني علينا ومرحبا بك في اي وقيته. اوكي علي شكرا اخويا. يلا يلا مرحبا بك اخويا العزيز. علي شكرا. تحياتي احبابنا الزوين. هنا غادي يصير اللايف ديالنا في الفيسبوك وغادي ندوزو مباشره اللايف انستغرام. ما تنساوش جميع الشموس العشيه غتلقاهم في لاشين يوتيوب ديالي ديالكم في اول كومونتير. دونك اي واحد معنا هنا في اللايف الاخوان يلتحق بينا دابا الانستغرام. هذا هو الانستغرام ديالي اللي كنفتح فيه اللايفات. الناس اللي كيقولوا يا اخوان راه ما كيطلعش لينا الجرس، هذا هو السبب باش ما كيطلعش لكم لايف. ها انتم انتم ملي غنحيد ابوني غيتحيد الجرس. كلشي اللي غادي تدخلوا دابا الانستغرام غير اللي ما ديرش ابوني دير ابوني، واللي دير ابوني راه غيطلع عليه الجرس. غتوركوا على داك الجرس وغتفعلوا هاد الخاصيات. كلشي تفعلوا هاد الخاصيات ضروري. هادو هما اللي خاصين دابا. هادي ميزه جديده دارها دابا الانستغرام، وهادي اللي خاصه باللايف اون ديريكت. غير غتوركوا على هذيك وسوفوار توت لينوتيفيكاسيون او غادي اون فوا نبقى نفتح اللايف غيطلع لكم. يلا كلشي كلشي هجوم على الانستغرام شدوا بلايصكم. اوكي يلا الحباب الصحاب انا غادي نسد دابا اللايف هنا وغادي نفتح اللايف مباشره في الانستغرام. يلا ما تعطلوش.